السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زهرة من قناة تعلم مع زهرة أو لنريد زهرة. إن شاء تكونوا كامل لاباس وكامل ملاح وراكم مستعدين لآخر قرار ولا القرار المتخذ اليوم اللي راح نخليكم مش قالوا لوزارة التربية التعليم الوطني. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوني في الانستغرام تاعي، خليكم صورة الانستغرام تاعي الشخصي في شاشة الفيديو هنا، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي الثانية زهرة بوزيتيف. ايضا سأترك لكم الرابط تحت في صندوق الوصف مع رابط الانستغرام وسناب شات، يعني تجدون الكل في صندوق الوصف. او ما تنسوش تشتركوا في هذه القناة بضغط على سبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في هذه القناة. كما راكم تشوفوا هنا في قناة نهار كتبوا من تحت مجلس الوزراء قال لك الإجراء يخص كل تلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي، يعني القرار تاع يوم 11 ماي 2020 راهو نزل الآن في قناة نهار، يعني على الساعة الخامسة وربع أو الخامسة وعشر دقائق نشوف القرار هذا وش يقول. إن شاء الله يكون يعني في يسعد الجميع ويساعد الجميع هذا القرار، يعني يكون يساعدنا جميعا. هنا واش قالك؟ قالك مجلس الوزراء خفض معدل القبول في عملية الانتقال، يعني مازال ما لقاوش المعدل اللي يديروه في معدل القبول، مازال ما تاخذوش قرار الا مباسيو بتسعة ولا ثمانية ولا عشرة. هنا يعني مازال ما قالوش، ننتظروا الخبر المؤكد يعني يقول لنا شنو هو معدل القبول تاع القرار هذا ونشوفوا واش تاني واش راه يقول. وفي ثاني كوش قالك راح يأجلوا الدخول يعني الجامعي إلى منتصف نوفمبر، يعني اللي يقرأوا في الجامعات الدخول تاعهم راح يكون في منتصف نوفمبر، في منتصف نوفمبر الدخول يعني المدرسي تاع 2020-2021 تاع السنة الدراسية الجديدة، يعني العام الجديد، فهمتوني؟ أما القرار الذي يخص شهادة التعليم الابتدائي، هنا قبل نشوفو قالك مناقشة الطروحات ومذاكرات التخرج في جمعة وسبتمبر، يعني التلاميذ اللي يتخرجوا يعني راح يتخرجوا في الجامعة راح يتناقشوا على هذا الموضوع في جمعة وسبتمبر. أما القرار الذي يخص شهادة التعليم الابتدائي راه يقول لك قرر إلغاء امتحان سانكيام، يعني ما كاش سانكيام ولا سيزيام ما راحش يجوزوا الامتحان، يعني الغاوه صايم يعني مش راح يجوزوا. أما فنقول لكم مبروك عليكم. اما شهاده التعليم المتوسط البي ام قالك راح نجوزوه في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020 يعني، والباكالوريا او الباك راح يجوزوه في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر، يعني بعد البي ام مباشره. هذا هو القرار، يعني ان شاء الله يكون في متناول والجميع، يعني هذا هو القرار النورمال يناسب الجميع، لكن كنا حابين يعني باش يلغوا شهاده التعليم المتوسط ويأجلوا الباك، هذه سي اوبليجي، لكن هما اجلوا لنا ثاني البيام والباك معليش. بالك خير لينا، يقول لك تفائلوا خيرا تجدوه، يمكن تقدروا تزيروا روحتكم تبداو تدوا المعدل العالي ان شاء الله 15-16 تقدروا من سبتمبر، الله يبارك نكونوا حفظنا نكونوا حلينا تمارين حلينا مواضيع، ويعني انا راني معاكم بارطاجي معاكم دي سوجي، بارطاجي معاكم مواضيع تمارين بالحلول ملخصات اي حاجه حبيتوها قولوا لي نديرها لكم معليش، تقدروا يعني تزيروا روحتكم وتبداو تقراو. اما واش قال لك؟ احتساب معدل الفصلين الاول والثاني في عمليه الانتقال، يعني راح يحسبوا المعدل الفصل الاول والثاني يعني في معدل الانتقال، يعني لبقيه السنوات الاولى متوسط الثانية متوسط الثالثه والرابعه لا الاولى والثانيه والثالثه والاولى والثانيه والاولى والثانيه ثانوي والابتدائي. هذا هو القرار اللي تاخذوه، يعني يخص الدخول الجامعي والسنوات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ابتدائي والاولى والثانيه والثالثه متوسط والاولى والثانيه ثانوي، يعني راح يحسبوا له معدل الفصل الاول والثاني، لكن ما قالوناش زعما الا واحد كان ده فصل الاول 9 والثاني 9 راح يطلع له معدل الانتقال 9، مازال ما قالوناش معدل الانتقال، ولكن قالونا راح يحسبوا معدل الفصل الاول والثاني. الى اللقاء.